اللي حترجع ميته وكيف. ايوه لازم اضمن حقي. اللي انت طلبه ده مش مبلغ صغير، مش 1000 ولا 2000، دول 10 مليون جنيه. بقي الحكايه كده يا حكيم، ما تجيش الا بده. سبحانك يا رب. تجي لك عبد الله تحاسبني كنت فين؟ ها وانا عمال اشتغل واشيل واحط واكبر واعلي. جاي الوقت ده عشان تاخذ كل حاجه جاهز. هل حسين قال حكيم؟ وانا قلت لك مش حاجه جنبك، حاجه بجنبك. بس انت اللي مش عاجبك كلامي. كلامك مش عاجبه يا عبد الحكيم ولا عاجبني انا كمان. وده ايه بقى ان شاء الله؟ كريمة اطلع فوق. مش طالعة، مش طالعة. انت ما بتشحدش منه، ده حقنا وحقنا ده كتير قوي. عارفينه بالورقة والقلم يا سي عبد الحكيم، واللي كان زمان بجنيه دلوقتي بألف جنيه. قولي ان انت اللي ورا الحكاية دي. خلاص يا كريم الموضوع انتهى. لا ما انتهاش لسه. قولي قولي، عايز اسمع كل اللي عندك. خلاص يا عبد الحكيم انا مش عايز حاجه. يعني ايه مش عايز حاجه واحنا بنشحت منه؟ ده حقنا يا عبد الله، حقنا يا اخويا. الله، ولا انت عايز تضيع حقنا؟ من زمان وانا بقول لك كده، ما كنتش حابه تقفل الوقفه اللي انتوا واقفينها دي. طبعا يا طلق بنت ما تكملش يا عبد الله، ما تكملش. انا همشي بس خليك فاكر من زمان وانا بقول لك، يعني انا صح وانت اللي غلط. منورنا يا سي عبد الحكيم. كريم احسها بقى عالي علينا يا عبد الله، وانت السبب. خلاص يا حكيم. لا ما خلاص، ولازم اقول لك على كل حاجه. ابوك كان غضبان عليك، عارف ليه؟ عشان كنت عايز تبيع الارض وتشتري في مصر عشان تقعد مع الهانم. ده مش صح يا حكيم. صح ولا مش صح؟ هو ده اللي حصل، عشان كده طلعت من ذمته. أبوك كان غضبان عليك عشان اللي أنت عملته. كنت عايز تقعد مع الهانم وبعت أبوك، خليتك تخسر القريب والبعيد. ولعلمك يا عبد الله، لو أكون مصدق إن أنا صدقتك لما قلت إنك خسرت فلوسك وإنك محتاج، لا. أنت عملت الشويتين دول عشان تاخد الفلوس. عيب يا عبد الله، عيب يا اخويا. شفت ردوده قال لك ايه وعمل ايه؟ عشان تعرف ان انا من زمان في كل كلمه قلتها لك كان عندي حق. خلاص يا كريم، ما عايزش ولا كلمه في الموضوع ده تاني. خلاص، وانا كل ما اتكلم تقول لي خلاص يا كريمه، خلاص يا كريمه. خلاص بقى، خلاص بقى يا ماما. بابا خلاص انسى، احنا مش عايزين منهم حاجه اصلا. ايه مش عايزين منهم حاجه دي؟ لا ده حقنا ولازم ناخده على فكره. ايوه ارتال عندها حق. راح فين يا عبد الله وسايبنا بنهايتي كده؟ مش تيجي نشوف حل المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يا ماما بقى، يا ماما ارجوكي سيبيه دلوقتي، الحكايه دي ليها مليون حل. يا جماعه بالراحه عليه شويه، مش كده بقى. طب وبعدين هنعمل ايه؟ المحاكم. المحاكم؟ ايه المحاكم؟ يعني نرفع قضيه على عمي ونقول فيها ان هو شفط مالنا وحالنا، وان احنا بقى عايزين لجنه تحدد ايه اللي ليه وايه اللي لينا، ويقدم بقى هو الاوراق اللي تثبت ان كل ده ملكه وان احنا مالناش حاجه عنده. ولو ده حصل يا ماما يبقى يا ستي احنا غلطانين وحقه علينا، انما لو لينا حق هناخده من حباب عينيه كمان. حل سليم 100%.
وانا مش هتنازل عن الحق ده. بابا مش هيرضى يا ماما. بابا لازم يرضى يا شهد، لازم يرضى، لازم يرضى. زي ما بقول لك كده، انت واعيه للكلام اللي بتقوليه ده؟ ان شاء الله اموت. يعني صح الحاجه سميره عايزاني لولدها؟ اه بس هي يعني قلقانه. قلقانه من ايه؟ قلقانه منك، خايفه يعني تقولي لا لك منه كان متجوز ومخلف. هو انا يعني مفروض اقول لا لك منه يعني كان متجوز ومخلف؟ بس ما خلاص مرته ماتت، وبعدين يعني هو كان هيعيش كده؟ ما من حقه يتجوز تاني. خلاص هقول لها. لا تقولي لها ايه؟ اوعي تقولي لها ان انا قلت كده. امال اعمل ايه؟ انت تقولي لها ان انت عماله تفكري ومش عارفه تفتحين ازاي في الكلام، وتجيبيها شمال ويمين وفوق وتحت عشان يعني تعرفي كيف تفتحي معايا الكلام ده. حلو الكلام. وتقولي لها كمان ان انا كنت رافضه خالص اكمنه يعني كان متجوز ومخلف قبل كده، وانا يعني لسه ما سبقليش الجواز. زين هقول. وقولي لها كمان ان انا وافقت بعد ما زنتي عليا وقعدت تقنعيني. ها من غير ما تقولي انا كنت حامل كده. بس وعي الكلام اللي هتقوله لها ده يخليها ترجع في كلامها. لا هما هيلاقوا في جمالك فين وحلاوتك فين. بس عايزه اقول لك الراجل حلو وبيض ولسانه بينقط سكر. ايوه ايوه يا بنت فاكراه. بس قولي لي هو لسه حلو كده وشدد حاله ولا عجاز؟ ولا يهمك. اقول لك انا يا بابا رايي بعد كل اللي حصل ده، احنا لازم نرجع احسن من الاول 100 مره، ولازم الدنيا كلها تعرف ان احنا هنرجع تاني ملوك السوق. وعمي ده لازم يفهم ان كل فلوسه دي ولا ليها اي لازمه يا بابا، ولازم يعرف ان هو لو كان مد ايده كان بقى هو الكسبان. بتفكر في ايه يعني؟ فينا مثلا؟ ايه يا بابا؟ فاكرنا بقى هنقعد نعيط ونصوت عشان شوية فلوس؟ لا انت تبقى غلطان ومش عارف انت مخلف مين ولا ربيتنا ازاي. انا عارف، عارف يا بنتي، بس ما يسكوش تتعب. مين قال ان احنا مش هنتعب؟ مين قال اصلا ان الدنيا دي فيها راحة؟ هقول لك على حاجة بابا، اللي حصل ده لحد دلوقتي كده زي الفل، لو جت على شوية فلوس في 60 داهية يا سيدي، المهم إن أنت وسطينا. هقول لك على حاجة بقى، أنا من بكرة هنزل معاك المكتب، عايزين نقعد أنا وأنت كده نظبط الأمور كلها ونشوف هنعمل إيه. أنت نسيت أنا بنكيرة ولا إيه؟ يعني أعرف أظبط كل حاجة كده وأستفها كويس. مش عايزاك تشيل هم، الدنيا كلها بتحبك وكل الناس هتقف جنبك، أنت بس اللي مكبر المواضيع. يا بنتي ما تكبرهاش والله. بس أنا كان غلط إنكم ما تتبهدلوش. حبيبي نتبهدل ده لو احنا ضعاف، بس خد بالك احنا جامدين وناشفين قوي، انت بس باين عليك انك مش واخد بالك انك مخلف رجاله. سيبك انت بقى من شويه الشعر والمكياج والحاجات دي، انا اتخن شنب في البنك بيترعش كده قدامي. متشيلش هم حبيبتي. ربنا يخليك. يخليك لينا يا حبيبي. ها عبد الله جه هنا؟ ايوه. وكلم فوزيه؟ بس ايه هي ما خلتلوش. ايه احسن. ايوه وانت عملت ايه؟ والله انا قلت له اللي عايزه هديهوله. ايه اهدي امال يا جبريه اهدي. انا قلت له لو عايز اي حاجه بس سلف نكتب بيها ورق والطريقه اللي انا اقول عليها يدفع بيها، ولا اني مش مقتنع بالحكايه اللي قالها لي. طبعا معلوم. اها كل ده تدابير العقربه كريمه، مش هتهمد الا لما تاخد كل اللي هي عايزاه. ده لما تشوف حاله متودنه. ريحت قلبي يا اخويا الحمد لله. عشيك عاد. اي والله جعان يا جبريه. هعمل لك حته واكله تجننك.
سد لحالك. أنا بقول البلد منور عليه. الكبير وصل. الحمد لله على السلامة يا أبوي. الله يسلمك مروه. ازيك يا ولدي؟ الحمد لله. عرفت إن عمي جه؟ آه. عرفت عايزه كمان؟ يا عرفت. قول لي يا أبوي هتعمل إيه؟ مالكش صالح باللي بيني وبين أخوي. يا أبوي عمي محتاج، لازم نساعده. وده هيقربكم من بعض. للدرجة دي بتحب عمك؟ أيوة بحبه يا أبوي. طب شوف بقى اللي هقول لك عليه عشان تعرف إن أبوك عمره ما كان ندل مع عمك، وإن عملت له كل حاجة هو عايزها. عمك هو السبب في موت جدك. أيوة جدك اللي كان عايز يشيل عين من عينيه ويديها لعبد الله عشان يبقى مبسوط. اتجوز كريمة، خدته عشان يعيشوا في مصر، قال له بلاش يا ولدي تقعد معانا، لكن هو سابنا. قال له لو مشيت مش هتعاود تاني، ومشي. دي حكاية قديمة قوي يا ابوي. احنا عبارة عن ايام بتعدي، واللي بتعمله في حياتك هو اللي بيبقى لك. يا ابوي انا بقول لك عمي محتاج ولازم نقف جنبه، لازم نقف جنبه يا ابوي. قال لك انه صادق؟ انا متاكد انه مش كذاب. حتى لو ما كانش كذاب، تاخد بالك هو جه متى؟ خبط على الباب متى؟ لما حس انه محتاج، لما حس انه وجع وعايزنا، ما جاش عشان يسال ولا يطمن. واحنا كمان لا كنا بنسال عليهم ولا مفكرين فيهم كمان. حتى لما كنت اتدلى مصر وافوت عليه احس عيونه عايزه تتكلم، بتتمنى انك ترفع سماعه التليفون عليه وتقول له تعال ده اخوك يا ابوي. ما جاش ندمان على اللي حصل، على موت جدك. انت طيب يا مروان، هقول لك حاجه حكمة وعارفها. اللي يصعب عليك يفقدك، فاهم؟ ايه صعبان عليك عبد الله قوي؟ طلع لي سد الحنك فوق. حاضر. خبر يا مروان؟ مش دعمي ولا ايه يا امه؟ حسك عينك أسمعك نوبة تانية بتقول لأبوك يديله ميلم، فاهم ولا لا؟ كريمة دي نفسها ومن عينها، هتشوفنا مش لاقيين ناكل عشان تؤمر وتتأمر علينا. دول بنات عمنا، يعني لحمنا ودمنا يما. ومالك قلبك رهيف عليهم كده؟ ده احنا يا دوب كنا بنشوفهم. أنا الحال ده مش عاجبني. إن شاء الله ما عجبك، اسمع كلام أبوك وخليك طوع. يا إمة والله يا مروان أكسر دماغك. إيه ده؟ ألو. زعلت قوي لما مشيت وسبتني. على فكرة انت لازم تشوف لك حل. انا مش عارفة، انا انت شاغل بالي بزيادة. انا عمري ما حسيت ان انا بحب قوي كده. مروان ما تخافش، سيب نفسك، ما تقعدش تحاسبها. في حاجات لو قعدت تفكر فيها هتلاقيها راحت منك وما عادش ليها طعم. ما تقعدش تفكر بكرة في ايه ولا هتعمل ايه، فكر بس ان احنا نبقوا مع بعض مبسوطين حتى ولو ليوم واحد. انا عمري ما خفت يا فريدة،
ولا حسبتها زي ما انت حسبها. بس لازم تعرفي انا عمري ما ظلمت حد. انا هقول لك الحقيقه يا فريد، انت في بالي، في بالي من زمان قوي، بس انا مش من الرجاله اللي يجروا ورا الحريم. لا مش انا، بس لما اتاكد من قلبي وابقى متاكد اني هكمل مع اللي حبيته، اديه عمري يا فريده، اديه عمري. يا لهوي بالي عليك، ايه الكلام ده؟ طب ما انت بتقول اهو. تصدق وقعت قلبي. بقول لك انت لازم تشوف لك حل، انا مش هسيبك، انا خلاص حطيتك في دماغي، وانت ما تعرفش فريدة لما تحط حد في دماغها بتعمل ايه. اشوفك ميتة. لا لا لا، انا لو علي اشوفك دلوقت، وتيجي وانت عارف انا عايزه ايه. انت فاهم. سلام. بيجام تعجن في الفجرية، وديك بيجام وكوكوكو في الفجرية. يلا بينا على باب الله. يا نهار اسود، انت عايز ست الجبرية السوداء ايش وتعمل لي فضيحة؟ مش فاضية، قاعدة مع فوزية بيفكروا ازاي يدمروا العالم. عالم ايه اللي هيدمروه؟ دي هتدمرنا انا. طب وانا عايش كيف؟ بقول لك ايه، خلاص انت واخدها حلوه نفس الوانه ولا ايه؟ لا هي روحي، انت لازم تقول لاخره اللي احنا فيه ده ايه. انت بنت بايخه وبتعكن المزاج على فكره. وانت مش ناوي تجيبها البر؟ اجيبها البر كيف وانت موجوده؟ نتجوز. وماله؟ صحي حسن. صح. طب لعلمك انا كنت بفكر في كده، كنت جاي اتفق معاكي، بس انت بتكفليني. صحي حسن. صحي حسن. عبد الله، انت لازم يا اخويا تشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها دي. وان كان عليا انا مش هسيب حق بناتي ابدا. كريم بلا كريمه بلا بخيله. الله، اللي انا بتكلم فيه ده مش من حقك انت لوحدك، ده من حق الولايه دول. بقول لك ايه يا كريمه، انا ما عايش اتكلم في الموضوع ده واصل. بابا، عمي قال ان احنا ملناش حق. لو حضرتك قلت دلوقتي ان احنا ملناش حق فاحنا هنسكت ومش هنتكلم. حق ايه ده اللي بتتكلمي فيه يا ريتال؟ من امتى احنا بنتكلم في الحكايه دي؟ من دلوقتي لازم نتكلم فيها علشان نعرف لينا ايه وملناش ايه. ها، ما ترد يا عبد الله، ليهم حق ولا ملهمش؟ ما بصليش كده يا عبد الله، انت الوحيد اللي هتقدر تقول لهم ليهم حق ولا ملهمش. مالك خايف وقلقان ليه؟ خايف لبناتك يكرهوا عمهم؟ اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي، بيكرهوا عمهم وما بيطقهوش. كريم انا مش عايز اسمع منك ولا كلمه، وكفايه اللي حصل. اتكلم يا عبد الله، ليهم حق ولا ملهمش؟ ليهم كريم، البنات ليهم حق عند عمهم، ليهم بيوت وارض وتجاره ومال مالوش حد. بس انا مش هقف قدام اخويا في المحكمه، مش هقف في المحكمه واقول للقاضي اخويا مش عايز يديني حقي ويوكلوا علي. مش هقف لاخويا في المحكمه حتى لو حمود من جوع. يا كريم انت حر في نفسك، تموت من جوع، تمد ايدك تقول لله تشهد، بس مش حر يا عبد الله في حق بناتك دول ومالهم. يا ناس يا ناس، مالي وانا حر فيه؟ لا يا بابا مش حر فيه، وده مش مالك لوحدك، ده مالنا كلنا. يعني لو حضرتك هتتنازل عنه فاحنا مش هنتنازل عنه يا بابا، ولو ماما واخواتي هيتنازلوا عنه فانا عن نفسي مش هتنازل عنه يا بابا، وحقي وهاخده يعني هاخده. ها، ما ترد، ما تقول حاجه. فاكر لما كنت بقول لك يا عبد الله انت بتهنا وبتجرحنا لما تسيب حقنا؟ واهو جبريه هي واولادها بيتمتعوا وبيتمرمغوا في العز وفي الفلوس في عز الازمه اللي احنا فيها. ناس نفوخ هينفجر،
مش عايز اسمع حاجة. لا يا عبد الله لازم تسمعني. خلاص يا ماما ارجوكي كفاية. لا مش كفاية قوي ايدي. لازم يسمعني. انا ريقي نشف معايا. يا ما قلت له روح يا عبد الله طالب بحقك بمراسك اقف لاخوك ما تخافش منه ما تعملوش حساب زي ما هو ما بيعملكش حساب اقف وريله كرامتك وريله ان انت قد وقدود وليك عنده حق وعارف ان انت خلاص يا كريم خلاص تحزن ايه حزن اقف لاخوك حزن انك تلبط مش هيحصل يا كريم مش هقف لاخوي مش هيحصل حد ها ها بابا انت كويس بابا طب الدكتور يا بنتي حمد الله بابا حمد الله بابا حمد الله أخوك في زنجة عبد الحكيم والهزم تقف جنبه يعني أديهم أهلنا هم لأبويا تاخد البنات ببعته شمال ويمين في الآخر كل واحدة فيهم تتجوز واحد ملوش عازة ياخد اللي وراها واللي قدامها هاي لساك بتفكر اياك لا بفكر ولا حاجة هو انا مش عارفاك وعارفة ايه اللي بيدور في راسك وعارفة ان قلبك ممكن يحن ويلين عايز انا اقول الحق الحق هو اننا ما نسيبش تعبنا وشجانا وشجبونا ونرميه في حجر الحريم ينطوروه شمال ويمين تعرف لو قلت اه المرة دي مش هتسد الحناك اللي هتتفتح عليك انا سألت عرفت انه مديون فعلا يشيل شيلته مش هو اللي اختارها؟ مش هو قال لك زمان انه مش عايز حاجة؟ نسيت ولا فكرك يا عبد الحكيم؟ ايوه ويا ما قلنا له يا فوزي خلاص يا قلب اختك احنا قلنا له اي جوالة كمان نسيت انه هو قال لك اشمعنى انت اللي تبقى في يدك كل حاجة؟ نسيت انه كان عايز يبيع الارض ويضحك علينا اللي يسوى واللي ما يسواش يعني انا مش غلطان لما قلت له لا؟ لا طبعا مش غلطان غلط ايه؟ الغلط انك ترمي مالنا تحت رجلين كريمة وبناتها ايوه عندك حق عندك حق يا حوزي عايز اتأخر يا زينب يقطعني يا ريتني لا اتكلمت في فلوس ولا في مراس والله يا بنتي ما بتكلم عشاني انا بتكلم عشان الورطة اللي احنا فيها دي عشان يدور على حقه يشبيك يا عبد الله والله عندي استعداد اقعد في البدروم تاني بس عبد الله يبقى كويس اهدي يا ماما اهدي هو عشان يبقى كويس الباب يخبط الباب يخبط ايوه دكتور فين ايه يا دكتور اتكلم قول حاجه خير يا دكتور ايه دكتور لازم يتنقل المستشفى حالا دي جلطه جلطه ايه جلطه انا السبب انا السبب انا السبب انا كنت حاسه ان كنت عارف طب بقول لك ايه انا عايزك تقعدي انت هنا وانا هقوم بكل حاجه لا انت تطلب لنا الاسعاف ورجلي على رجلك حالا العبايه هاتولي عبايه اهلا اهلا بسيدي الرجاله عامله لك وكل هتاكل صوابعك وراه انت كنت فين كنت فين ايه
كنت في المكتب. مكتب؟ مكتب ايه يا روح الروح؟ انت كنت مع واحدة. واحدة ايه انت التانية؟ شم، عاوزك تشم زين يا ولد عبد الحكيم. ايه ولد عبد الحكيم ده ايه؟ انت ايه؟ انت لفوك اتخلع خلاص. امك عايزة تجوزك صح؟ رحت معها لمين؟ شفت مين وقعدت معها يا مروان؟ انت اتخبلتي خلاص. اتخبلتي؟ انا مش خبلانة، انا عارفة انا بقول ايه ومش هسيبك الا لما تقول لي انت كنت مع مين. لا انت اتجننتي. مش هتطلع يا مروان الا لما تجر وتعترف انت كنت مع مين. ابعدي من وجهي دلوقتي. ابعد انا عشان غيري يقعد؟ ما انت خلاص زهقت مني وعايز تغير فرشتك. واسم الله عليك محلو ومسبسب وماشيلي في البلد يا ما هنا يا ما هناك. ديك يا اخواتي. وطبعا حارمي البلد كلها مش شايفة غيرك. امال مال وحسب ونسب واكبر عيلة في البلد تتمنى تجوزك بنتها حتى لو كنت متجوز صح؟ وانت عارفة كل حاجة وعي وشطرة، يعني ممكن جوزك يروح منك في اي لحظة بسبب عمايلك دي. امك اللي اختارتها صح؟ ناديا حبيبتي مفيش حاجة. بعد يدك عني. ايه قولك ان انا هروح لامك ومش هسيبها لما تقول لي هي مين؟ انت مفكر انه خلاص رجعت معاك البيت يبقى كده خلاص؟ لا يا حبيبي يا حته من قلبي كله اللي كرامتي. انا رجعت هنا عشان ابوي قال لي ارجعي، لكن ان كان علي انا مش عاوز ارجع البيت ده تاني. هي وصلت لك ده؟ ايوه كده. طيب انقلعي. مع السلامه. مروان انت ليه عامل في نفسك كده؟ ما تسيبها تغور، دي ما تسواش اللقمه اللي بتاكلها يا اخوي. هي كانت تحلم تعيش في بيت زي ده ولا تتجوز راجل زيك. عيني عليك يا اخوي متجوز عقربه. بخي يا اختي في ودانه بخي. ما هي ناقصة مش كفاية أمك. جرى يا بت؟ مالك كده عمالة تتشرطي وتتأمري؟ فيكي إيه؟ واقفة كده ليه؟ مش قلتي ما عايزاش البيت ده؟ ما عايزاش؟ بتغور في داهية، ده الباب يفوت قرد مسلسل زيك، ده أنا هكسر وراكي خمس بلاليس مش بلاص واحد. بلاليس؟ يا أختي يا حلوة يا جميلة. أوعي يا بت، أنت بتمدي يدك على بنتي؟ في إيه؟ أنا مش بت، انا اسمي ناديه، واللي هيغلط فيا بعد كده ولا يقول لي كلمه مش عجباني هرد عليه بعشر. بعشره ايه؟ بنية. ميت عفريت لما يتنططوا كده ونططوكي زي اليويو. ينططوكي يا بعيده يا مسحتنا يا اللي عامله زي المعزه السايبه اللي على حامي وانا بارد. مين دارت؟ مين دي اللي عامله زي المعزه؟ حلو قوي، عملت ربطيه عليا، ده نقف قدام عشره زيكم. وحياه امك. صح، علميها الادب يا فوزيه. لا 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 يا عمتي، الشبشب ده جديد، شوفي لك واحد قديم. الغل واكل قلبك وشايله ومعبي مني عشان ابوي مرضيش يتجوزك وسابك اتعنسي. خليك كده اهري، ما انا بنت اللي رماكي ولا عبرك. مين ده اللي رماني ولا عبرني؟ ده مهاتل. تزعليش يا حبيبتي، ده كلب ولا يسوى وانت اللي رميتيه عشان تاخدي سيد سيده. اهري. قسما بالله ما سايباك. روحي الحق يما دي هتخلص عليها. احسن يقتلوا بعض ونخلص منهم التنين. الو؟ ايوه مين معايا؟ مش دي نمرة عبد الحكيم؟ انا حسن ولده.
مين سعادتك؟ انا رتال بنت عمك يا حسن. ايه يا بنت عمي؟ خير في ايه؟ حصل ميتة ده؟ طيب اهدي اهدي ان شاء الله خير، احنا هنجيلك على طول ما تقلقيش. كنتي بتكلمي مين؟ بكلم حسن ابن عمك. ليه بقى ان شاء الله؟ مين قالك تعملي كده يا ريتال؟ مش لازم حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ هو احنا مش اهل؟ لازم يجوا يشوفوا احنا فينا ايه؟ بس ده غلط مش صح؟ لا مش غلط، اللي انا عملته ده هو الصح. مش يمكن عمك لما يجي يشوف ابوكي في المستشفى يعرف ان احنا ما كناش بنكذب عليه ولا حاجه؟ انت بتشحت يا ريتال؟ بشحت؟ لا ما بشحتش، بس بفكر. احنا لينا حق، لينا حق يا شهد. ابوكي سابه زمان، مش هينفع احنا نسيبه دلوقتي. وده وقت الكلام ده؟ اه وقته، وقته ان احنا نتكلم في الحاجات دي يا شهد. انت عايزه ايه؟ عايزه تلاقينا على الحديده؟ مش لاقيين ناكل وفي الاخر نروح نسكن في العشوائيات؟ احنا كلنا بنشتغل يا ريتال. شغل ايه وزفت ايه؟ انا اللي كنت باخده من بابا في يوم بمرتب سنه. يا بنتي انا كنت بروح الشغل هاني، محدش كان يقدر يقول لي انت بتعملي ايه. مش فاهمه قصدك ايه يعني العز اللي